في ناس بتبني وتنجح وتكبر وتكمل، في ناس تبني وتنجح وتكبر وبتقع. ايه اللي بيبني الفنان بعد التاريخ ده كله تقدر تقولهولي، وايه اللي ممكن يهده؟ التربية والأخلاق والثقافة الإنسانية مهمة جدا في حياة المبدع أو الفنان أو أي حد، هي اللي تخليه يكمل وهي اللي تخليه يقع، يعني هو من نفسه برضه. يعني الأخلاق لصيقة بالفن؟ لو فقدت الأخلاق فقدت الفن؟ ما ينفعوش مع بعض، قلة الأخلاق مع الفن بتوقع البني آدم على طول. شيء صعب جدا إن حد يكون بالأخلاق وبالطبيعة بتاعتك دي يا أستاذ عمر ويتعامل مع معطيات فنية موجودة في العصر الحالي لا تتناسب معاه. يعني وبمناسبة برضو أبو بكر خيرت كان بيقول الجمهور مش عايز كده، أعذر الجمهور لأنه ما شافش الباقي، ما شافش الباقي. أنت شايف إن الجمهور دلوقتي معذور ولا ما بقاش عنده عذر خلاص؟ سبب الميديا والانفتاح الرهيب ده في إنه أي حد عنده أفكار كلمات أو غنى بطريقة معينة أو تقليد لحاجات في العالم، أي حد له مزاج يعمل حاجة بيعمل، فالسوق بقى مهول. إنما في الآخر لا يصح غير الصحيح، يعني إنه البني آدم لوحده بيقدر يروح للبوصلة الصح. المواضيع السهلة اللي بتتعمل بسهولة بتمشي بسهولة. صور برضو أبو بكر خيرت قال في الفن دايما يضرب القلب، لكن أو الموسيقى تضرب القلب، بس يا تضرب القلب من القلب لتحت الجزء اللي تحت، يا تضرب من القلب للجزء اللي فوق. خليكم مع الناس بالموسيقى اللي بتضرب القلب من للجزء من اللي فوق. طبعا. آخر حاجة هقولها لك، في فرق بين جائزة الجمهور والجوائز اللي أخدتها على مدار عمرك. لا، أقواهم جائزة الجمهور طبعا، يعني حب الناس ده شيء أكبر جائزة يحصل عليها إنسان، فالفنان بالنسبة له حب الناس أهم شيء. عايز تقول له حاجة النهاردة وهو بيحتفل معاك وجاي لحد قصر عبدين عشان يقول لك شكرا؟ قال لهم كتر خيركم، بحبكم، وأنا وصلت اللي أنا فيه ده بيكم، وبحبكم ليا وبمساندتي، وأرجو إن أنا أقدر أسعدكم دايماً.